معنا خدنا مكاري عشان كده. ايه؟ احنا تعدي. ايه؟ خدت ايه؟ مكاري يونان. خدت مكاري يونان؟ خدتوه؟ ايوه. ازاي خدتوه؟ موتناه. موتوه؟ ومش عارف وانتوا مش عايزين تموتوه؟ مش قادرين عليك انت. ليه مش قادرين انت عليا؟ عشان انت رجل الله. انتوا كنتوا بتحاربوا ابونا مكاري يونان؟ ايوه. ابونا مكاري يونان ده قديس عظيم. انتوا بتحاربوه؟ ايوه. وهو فين دلوقتي؟ هو دلوقتي في السماء. ابونا مكاري يونان كنتوا بتحاربوه؟ ايوه. انتوا كنتوا بتحركوا قادة الكنائس ضده؟ ايوه. وخلي الناس تتكلم عليه وتقول كذاب. ده سحار. وهو في الحقيقة هو رجل الله زيك. الخدام الممسوحين الحقيقيين هم اللي يتحاربوا، الكذاب ما يتحاربش. الكذاب تلاقيه قاعد كده مرتاح ومبسوط لان الشياطين فرحانة بيه. اما الشخص الحقيقي هو اللي بيبقى محارب وبيدخل في معارك عشان يخرج من ارض الظلمة. عشان كده الشجرة المثمرة تتحدد بالطوب.